مهارات التنظيم وتنفيذ الخطط هتساعدنا ان احنا نتغلب على الافراط في التفكير ده. ازاي بقى؟ لاننا هنتعلم ان احنا ننظم يومنا حوالين الاولويات الاكثر اهميه، فمش هقعد افكر في حاجات مش مهمه ليا فاتعب نفسي واجهد نفسي زياده عن اللزوم. هنتعلم ازاي ان احنا نحط مواعيد نهائيه لنفسنا، فبقى بشتغل على هذا الهدف، لان فاكرين لما جينا نتكلم على الاهداف المره اللي فاتت وهنتكلم عنها تاني قلنا انه يكون محدد وقت، فخلاص بقى عندي ميعاد، عندي ميعاد تسليم بيني وبين نفسي. حتى حملت نفسي المسؤولية، مسؤولية التنفيذ، فخلاص ما عنديش بقى وقت ان انا اضيعه في تفكير زيادة. المهم جدا كمان ان احنا نعرف اهدافنا الرئيسية، عشان كده لما بقول لكم حددوا هدفين او ثلاثة بس بالكتير لكل اولوية من اولويات حياتنا، ده كانت نقطة مهمة جدا جدا. هنتعلم من الناجحين ونشوف هم ايه الادوات اللي استخدموها، وبالتالي هنقدر يعني نتعلم منهم وننفذ الحاجات اللي هم عملوها. النقطة اللي جاية دي برضو نقطة مهمة جدا، ان احنا هنتعامل مع المشكلات والتحديات اللي موجودة في حياتنا بعقلية النمو، وده يمكن انا اتكلمت عنه في فيديوهاتي على اليوتيوب واكلمكم عنها تاني، ان في العقلية الثابتة وعقلية النمو. العقلية الثابتة دي يعني كانوا زمان فاكرين ان مخنا لا يتطور، لان طبعا احنا عندنا عدد معين من الخلايا العصبية، الخلايا العصبية دي لو حصل فيها اي عضو او خلل او مشكلة ما بتتصلحش. لكن اكتشفوا العلماء ان احنا ممكن نعمل ارتباطات جديدة بين الخلايا العصبية، وبالتالي كأن مخنا بينمو، وده شيء طبيعي ان احنا كل ما بنتعلم كل ما بتزيد مهاراتنا في شيء معين. سوري. سيف معلش ممكن تجيب لي ميه؟ معلش حبيبي. بتزيد هذه الارتباطات بين الخلايا العصبية بتاعتنا، وبالتالي بنقدر نتعلم أكتر، فبينمو مخنا وبتنمو قدراتنا. فلما نتعلم مهارات التنظيم هنقدر إن إحنا نغير عقليتنا من عقلية ثابتة لعقلية نمو. الخطوة اللي بعد كده هنتعلم إزاي إن إحنا نبتدي في التنفيذ قبل ما أشعر بالاستعداد التام، لأن وجدوا إن إحنا عمرنا، العلماء طبعا اللي بحثوا هذه المجالات وجدوا إن إحنا عمرنا ما هنكون على استعداد تام 100% لأداء أي حاجة. فلو انتظرت إن أنا أكون مستعدة 100% مش هعمل أي حاجة وهفضل محلك سر، وهضيع وقتي وجهدي في الإفراط في التفكير. فهنتعلم إزاي إن إحنا نجمع الريسورسز بتاعتنا، ويعني يبقى عندنا كده مثلاً 80% من كل حاجة إحنا محتاجينها، ونبتدي نشتغل على الهدف اللي إحنا محددينه. فدي الحاجات اللي هنتعلمها على مدار الأسابيع اللي جاية إن شاء الله. عجلة الجودة اللي أنا كلمتكم عنها واللي هنتعلمها أكتر وأكتر في مهارات التنظيم برضو هتساعدنا على التغلب والتخلص من الإفراط في التفكير، لأني هحدد لنفسي مساحة معينة أخطط فيها. لما أوصل للحد ده في التخطيط هدخل على طول في التنفيذ، والتنفيذ بتاعنا بقى مرتكز على الأولويات بتاعتي، على الأهداف المهمة، كمان على مواعيد، دي مهمة جدا بقى، هنحط مواعيد معينة للأهداف بتاعتنا وتحقيقها وتنفيذها. وطول ما احنا
بننفذ كمان هنقيس الأداء ونقيس جودة التنفيذ، وبالتالي في وقت معين هيبقى عندنا القدرة إن إحنا يعني نبص بقى بالراجع للي نفذناه ونحدد إيه الحاجات الكويسة أو إيه الحاجات اللي مش كويسة، الكويسة هستمر فيها، الحاجات اللي مش كويسة إزاي أعدلها، إزاي أحسنها، إزاي أطورها، إزاي أتغلب عليها.